متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يسود طقس غائم جزئي 32 درجة مئوية كحرارة متوقعة خلال فترة الإفطار. الرطوبة منخفضة 14%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، يسود طقس مستقر هناك، سكاكا 37 إلى 25، عرعر 33 إلى 24، تبوك 36 إلى 22. أما المنطقة الغربية نبدأ بالمدينة المنورة، غبار خفيف 40 إلى 28، جدة 37 إلى 25، مكة المكرمة أيضا غبار خفيف 38 إلى 30، أما الطائف زخات عادية من الأمطار 30 إلى 22. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أبها زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 17، الباحة أيضا زخات رعدية من الأمطار 26 إلى 22، أما جازان 37 إلى 32. المنطقة الشرقية نبدأ بحفر الباطن، طقس مغبر مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار 37 إلى 28، الدمام 34 إلى 26، الإحساء 37 إلى 24. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة الرياض، طقس غائم جزئي 35 إلى 27، أما بريدة وحائل تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، زخات رعدية من الأمطار وأيضا طقس مغبر، حائل تسجل 34 إلى 23، أما بريدة 33 إلى 25. إلى اللقاء.